اش غنديروا ليها حنا؟ وفاليها الاجل بغاها اللي خلقها، واش حنا اش دخلنا في هذا الشيء؟ بابا انا فاهمه هذه الهضره اللي كتقولوا، ولكن أيوة. انا راه ما بغاتش تحيد لي هذا الشيء من راسي، والو عييت ما نحاول، ما بغاتش تحيد لي هذا الشيء من راسي، كنحس براسي انا السبب. عمر وليت كنشوفو فين ما كندورك كنشوفو، ما قدرتش كاع ننسى. توريا سمعيني بنت الله يرضي عليك، راه الوقت والزمان كينسي الواحد، فهمتي؟ هاد الناس كاع اللي كتشوف في الدنيا راه كل واحد غلط، راه اللي ما غلط غلطه وحده غلط جوج، واللي ما غلط جوج غلط ثلاثه، ولكن رب العالمين عطانا هاد النعمه ديال النسيان باش كننساو. كل ما كناش كننساو كل هادشي، كلشي كتشوف فيه غير حمار، شي جاي على شي، ولكن الشكر لرب العالمين على هاد النعمه اللي عطانا. واخا قاعد ننسى هادشي، بعد المرات كنبقى نسول راسي زعما واش انا كاع واش المشكل فيا، واش انا ما عندي زهر لهاد الدرجه اللي حطيت فيها يديا، اللي حطيت فيها يديا ما كتصدقش، ولا حطيتها شنو صغري قرايتي الخدمه الزواج حتى حاجه، شفت شي عادي كامل. الا كان عندك ايمان برب العالمين راه هادشي راه عادي، واللي مكتبها الله راه هي اللي غادي تكون. الا ما صدقش الزواج دابا يصدق، الا ما صدقش الخدمه دابا تصدق الخدمه، الا ما صدقش قرايه دابا تصدق شي حاجه. علاش غتعمر انت راسك بهادشي؟ راه النهار اللي غيجيك داك الجن مكتب ليك، اللي مكتب ليك الله، راه غيجي حتى عندك. والله يهديك ابنتي. واه عرفتش انا ما كنهضرش، زعما انا ماشي كنتسنى شي واحد، كنتسنى شي حاجه، غير ما بغيتش نبقى حاسه براسي بحال الا عندي شي مشكل، بحال الا الحاجه الزوينه كامله كتهرب مني. الحبيبه ديالي راه حتى حاجه ما كتهرب منك، راه غير انت اللي كيجيب لك الله. شوف بنتي غزالة تبارك الله وزينة، واش محتاج؟ والله يهديك يا بنتي، الله يهديك.